متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم بالنشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الذي ينتصف به شهر حزيران. سنبدأ معكم بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، نشاط محدود للرياح في المناطق الشرقية من المملكة بما فيها الدمام، بعض الزخات الرعدية من الأمطار محتملة في أقصى المناطق الشمالية بما فيها منطقة عرعر. درجات الحرارة تتراوح في المناطق الوسطى 42 درجة مئوية، قريب ال 40 في المناطق الشرقية، 38 إلى 40 في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتكون ما بين 38 و 39 في جدة، في حين تكون في جبال جنوب الغرب المملكة حوالي 28 درجة مئوية في ساعات النهار. يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى يعني يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة في المناطق الغربية من المملكة بما فيها مدينة جدة، ربما تصل بها درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، في حين تنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الشمالية الغربية تكون 37 درجة مئوية. أتربة مثارة متوقعة في شمال المملكة نتيجة نشاط سرعة الرياح الجنوبية تكون 38 درجة مئوية في المناطق الشمالية. تبقى على نفس الحال تقريبا في العاصمة الرياض والمناطق الوسطى 42 درجة مئوية. فرص الأمطار الرعدية بحمد الله تبقى قائمة حتى يوم الاثنين في جبال جنوب غرب المملكة مع 29 درجة مئوية في ساعات النهار، وارتفاع على درجات الحرارة متوقع في المناطق الشرقية تصل إلى حدود تقريبا 42 درجة مئوية في مدينة الدمام. يوم الثلاثاء من المتوقع أن تنخفض من جديد درجات الحرارة في جدة مع نشاط في سرعة الرياح تكون 39 درجة مئوية. الأجواء طبعا تبقى حارة في ساعات النهار، 37 درجة مئوية في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، ارتفاع متوقع درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية على حد سواء، تصل في المناطق الشرقية إلى 45 درجة مئوية في مدينة الدمام تكون 43 درجة مئوية في المناطق الوسطى. تتراجع فرص الأمطار يوم الثلاثاء في المناطق الجنوبية الغربية وتسجل ارتفاع على درجات حرارة بسبب نقص السحب وتكون درجة حرارة تقريبا 31 درجة مئوية. يوم الأربعاء تعود من جديد فرص الأمطار الرعدية فوق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مع انخفاض طفيف على درجات حرارة تسجل تقريبا 30 درجة مئوية، رياح نشطة وغبار أحيانا تكون في جدة مع 40 درجة مئوية والأجواء حارة بوجه عام، 38 إلى 39 في المناطق الشمالية والشمالية الغربية مع أجواء مستقرة، 42 درجة مئوية في المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض وتكون 41 درجة مئوية في المناطق الشرقية بعدما سجلت 45 يوم الثلاثاء تتراجع إلى 41 يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. تعود الرياح النشطة من جديد يوم الخميس على المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى، تكون مثيرة للغبار وتسجل تقريبا الدمام 42 درجة مئوية. تبقى في نفس تقريبا السياق درجات الحرارة في المناطق الشمالية تسجل 39 درجة مئوية، ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية تسجل 39 درجة مئوية، 41 درجة مئوية في العاصمة الرياض والمناطق الوسطى، تنشط الرياح في جدة وتسجل 39 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون فرص الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى حاضرة فوق جبال جنوب غرب المملكة تسجل تقريبا حوالي 30 درجة مئوية. نختم الأسبوع بيوم الجمعة المقبل الذي يتوقع أن يطرأ انخفاض به ملموس على درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة تسجل أواسط الثلاثينيات بسبب اقتراب كتلة هوائية تعتبر يعني ذات درجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. كذلك تنخفض درجات حرارة في جدة تسجل 37 درجة مئوية تكون 41 في العاصمة الرياض، تستمر الرياح النشطة في المناطق الشرقية المثيرة للغبار وتكون درجة حرارة تقريبا 43 درجة مئوية، وتبقى فرص الأمطار حاضرة فوق جبال جنوب غرب المملكة وتسجل تقريبا حوالي 30 درجة مئوية في ساعات النهار. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن النشرة الجوية الأسبوعية وحالة الطقس في هذا الأسبوع الذي نتمنى أن يكون أسبوعا موفقا لكم جميعا. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.